راح أكشف لكم كل أسرار العجينة الاحترافية هذه وكيف تخلوا الكراست مورق بهذا الشكل، حتى اللي ما يحبوها راح يأكلوها. طيب أنا هنا عندي طحين متعدد الاستخدامات. أول تريك إني راح أزيد في مدة العجن من 5 إلى 7 دقائق عشان يعطيني نتيجة كأني أنا مستخدمة طحين البيتزا. استخدمت كيس كامل يعني كيلو، ملعقتين سكر، وهنا عندي هذه الملعقة المعيارية اللي مكتوب عليها ربع، عبيت نصها فقط خميرة. هذه العجينة راح ترتاح لمدة 48 ساعة في الثلاجة، فلازم تكون كمية الخميرة جدا قليلة عشان لا تطلع ريحة. هنا عندي موية بدرجة حرارة المطبخ، ما تكون دافية ولا باردة. حطيت للعجانة أول كوب من الموية وخلطت بسرعة متوسطة. هذا ثاني كوب، احتاجت مني 4 أكواب. طبعا انت تضيفيها بالتدريج اللي ما تصير العجينة متماسكة واطراف الوعاء نظيفة ما فيها بقايا طحين او عجين. بعدين اضفت ربع كوب من زيت الزيتون، كذا احنا نكون خلصنا عجينتنا. المهم اننا ناخذ وقتنا في العجن. غطيتها ببلاستيك ودخلتها الثلاجة لمدة 2 يوم، 48 ساعة. بعد 48 ساعة تكون العجينة انتفخت وملمسها ناعم وما فيها ولا أي نقطة ريحة خميرة. والثقوب هذه اللي تشوفوها من تحت هي اللي راح تخلي وزن البيتزا خفيف وما تغث وقت الأكل. رشيت السطح بالسميد وبدأت أفرد من النص للأطراف، وحاولوا إنكم تتركوا الأطراف منفوخة. ولو تلاحظوا انه هذه العجينة حتى لما امدها بهذا الشكل ما تتقطع لانها ارتاحت لفترة مرة طويلة في الثلاجة. لانه ما عندي خشبة البيتزا حطيت لوحة تقطيع وحطيت عليه سميد، فردت الصلصة وحطيت الجبنة. هنا عندي صينية كبيرة لكن ما افضل انها تكون قزاز، قلبتها وحطيت عليها ورق زبدة ودخلتها الفرن وسويت نفس ما انتم شايفين. اخذت مني بالضبط 9 دقائق. اتمنى تجربوها.